معنا عبر الهاتف من لندن الكاتب الصحفي محمد أبو العينين. أستاذ محمد أهلا بك، هل لك أن تزودنا بمعلومات أكثر حول ما حصل في نيوكاسل؟ يعني في تمام الساعة 9:14 بالتحديد سيارة قامت بدهس عدد من المارة أو الذين يعني المشاة، وكان ذلك في مدينة نيوكاسل وهي أحد المدن التي تقع في شمال إنجلترا. الحادث يعني أسفر عن بعض الإصابات التي يعني تم توجهها إلى المستشفيات القريبة، هذا بالإضافة إلى أنه تم اعتقال سيدة تبلغ من العمر 42 عاما. كل المعلومات المتوفرة الآن حسب مصادر الشرطة تقول بأن الحادث لا علاقة له بعمل إرهابي ولا يشتبه في أن يكون ذو صلة بعمل إرهابي، هذا إلى حد الآن ما رجح من معلومات. نعم، يعني تمكنت قوات الشرطة والأمن حاليا من السيطرة على الموقف من جميع الجهات. نعم، واعتقال السيدة التي كانت تقود السيارة بطريقة أدت إلى حدوث الحادث، وهذا إجراء معتاد في مثل هذه الحوادث. نعم، يعني سيد محمد أبو العينين شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن الكاتب والصحفي، شكرا جزيلا لك.